السلام عليكم، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا لا فيديو ديال هذا النهار، صراحه هاد لا فيديو غتكون شويه سبيسيال خاصه بالنساء والنساء فقط، لانها كتمرين النساء واحد الموضوع اللي هو حساس وكي الصراحه كيقيس النساء بزاف. ولهذا طرقت لهذا الموضوع باش نفيد بزاف النساء اللي عندهم هذا المشكل. وماشي غير هكا جبتوا هذا الموضوع، هذا الموضوع كيخص الام ديالي، وبطبيعة الحال اقتسمت معي التجربة ديالها باش نفيدكم ونفيد بزاف النساء اللي كيعانوا من اللي عانوا ولا كيعانوا من هذا المشكل اللي عانت منه الام ديالي، واللي لقات عنده معجزة اللي نقذتها من هذا المشكل، واللي الحمد لله فرحها. وهادشي علاش غادي نقتسموا معكم. وصراحة هاد الموضوع اللي غادي نهضر فيه هو موضوع مهم بزاف بزاف. هاد الموضوع هو تأخر الحمل. تأخر الحمل كيكون عنده مشاكل، سواء تأخر الحمل بما يخص النساء اللي عاد تزوجوا ومعمرهم ما ولدوا بغاو يحملوا، او النساء اللي تيكونوا ديجا والدين ولكن فاش بغاو عاوتاني يولدوا كان تأخر الحمل. هذا موضوع اللي كان يخص الام ديالي، هي كانت من النساء اللي ولدات ولكن تعطل عليها الحمل مره اخرى، بغات تنجب تحمل المره اخرى وكان عندها تأخر لمده 4 سنوات او 5 تقريبا. مهم بعد ما فقدت الامل تقريبا جربت كاع الادويه، ولكن كان هناك مشكلين اللي قالوا لها الاطباء، كانوا مشكلين اللي كيخليوها ما تحملش. من بعد هذه المشاكل، من زعما هذه المشاكل اللي كانوا عندها هي، اللي تقدر تكون عند اي وحده فينا في النساء، هي كان الدوره الشهريه ديالها مخربقه ماشي منظمه، وبالتالي الهرمونات كيكونوا مخربقين وبالتالي ما تقدرش يكون هناك حمل. والمشكل الثاني اللي كان قال لها الطبيب اللي استشرته، وكان عندها تكيس المبيض. وهذا التكيس المبيض حتى هو فاش يكون شويه مشكل باش توقع في الحمل. المهم هذه المشاكل والاكثريه فاش يكون عندك الدوره الشهريه ليست منتظمه، هنا تيكون مشكل باش غادي توقع في الحمل. اصلا خص ضروري العوده الشهريه او الدوره الشهريه تنتظم عاد باش نقدروا نفكروا باش يكون هناك حمل. المهم كانت معاناة لمدة تقريبا 4 أو 5 سنوات، اللي كانت صافي جربت تقريبا كلشي الأدوية، كان عطاوها الأطباء شي أدوية باش كتنتظم زعما العادة الشهرية أو الدورة الشهرية ديالها، ولكن ما انتظمت. كتنتظم عفوا بعض الأدوية، ولكن قالت لي فاش كتحيد هذوك الأدوية كيرجع كلشي كيتخربق من الأول وجديد. وشكون اللي كيخلي هاد الدورة الشهرية تخربق؟ هو هذوك الموانع الحمل اللي كناخدو ولكن بدون انتظام. شي مرة كتقدري تاخديهم وغدا تنسيهم، وغد لي تاخديهم جوج مرات، وتقدري تاخديها وما تاخديهاش غدا في الوقت. المهم هاد المشاكل كامله كنخربقوا فيهم بزاف، وبالتالي الهرمونات ديالنا كيتخربقوا. واش كيتخربقوا؟ الدوره الشهريه ما كتنتظمش وتيكون صعيب باش يكون هناك حمل. المهم هذا مشكل الاول كان عندها، كان مخربق ليها الدوره الشهريه، ما كتجيليهاش الدوره الشهريه ديالها في الوقت المنتظم، وكان عندها تكيس المبيض. من بعد ما خدات كاع هاد التريتمون وهاد الادويه ما كانش هناك نتيجه، صافي استسلمت وخلات داكشي الامر لله وصافي. ولكن هنا الجده ديالي اللي عطاتها واحد لو تريتمون اللي هنا غنقتسموا معكم، اقتسمتو معكم فواحد لا فيديو قبل ديالتي انا، كان تيخصني هذاك لا فيديو عن تجربتي الشخصيه، وهذه تجربه ديال الام ديالي. الصراحه هاد العشبه معروفه عندنا في هاد العائله ديالي بكثره، وبسبحان الله معروفه كمعجزه عندنا في هاد في الاسره ديالنا. وهادشي علاش بغيت نقتسم معكم نتوما الافاده والاستفاده ان شاء الله، وما تبخلوش عليا بالبارطاج سيرتو باش يوصل لبزاف النساء اللي كيخصهم هذا الامر. كما قلت لكم عطاتها هاد العشبه اللي هي نبته الدغموس. هاد العشبه ديال الدغموس راها معروفه بزاف بزاف بالمنافع ديالها لعده امراض، ماشي غير الحامل، ماشي غير تكيس المبيض، ماشي غير مرض السكري، معروفه لبزاف الامراض المستعصيه كالاورام كبزاف الحوايج. المهم ما غاديش نطرق لهاد المواضيع كامله في هذا الموضوع، نخليه متخصص للحمل وتاخر الحمل، ونقدروا ندخلوا شويه تكيس المبيض لحقاش عنده علاقه بالحمل. كما قلت لكم عطات هذيك العشبه، ولكن هذيك العشبه كانت الجده ديالي مولفه عليها، كتديرها في الكسكس وكطيب بها، كدير بها العصير. المهم عندها هي معتاده، عندها تجربه شخصيه مع هذيك مع هاد الدغموس، هاد نبته الدغموس. هاد نبته الدغموس واحد النبته اللي هي شبه صحراويه، ومن واحد الشجره اللي هي فارابيون. المهم واحد النبته اللي دايره بحال الكورنيشون شويه، فيها الشوك ماشي هو كامل جناب. غنخلي لكم التصويره ديالها تفاصيل تشوفوها، ورانا هضرت فيها في الفيديو اللي قبل واحد الفيديو.
المهم من الاحسن تاخذوها من عند شي عطار او شي عشاب اللي يكون صايبها ديجا واجده، ما تاخذوهاش نتوما عاد تصايبوها حيت كيكون فيها شويه الشوك وصعيب باش تنقيوها شويه. المهم باش ما تاخذوش شويه ديال، ما تكونش عندهم تخوف منها، هي من الاحسن تاخذوها واجده ديجا من عند العطار او العشاب. والعسل ديالها ديال الدقموس حتى هو صراحه غتحتاجوا كميه اللي هي قليله بزاف وصغيره بزاف. والام ديالي صايبتها ليها، الام ديالها الجده ديالي صايبتها ليها مع العسل ديال الدقموس نيت، كيتصايب من هاد النبته نيت العسل ديالها. وخدات لمده 5 ايام، البنات لمده 5 ايام خدات نصف ملعقه صغيره ديال هاد الخليط ديال ما بين مسحوق الدقموس وعسل الدقموس، ملعقه صغيره، نصف ملعقه صغيره صباحا ونصف ملعقه صغيره مساء لمده 5 ايام. كان بالامكان ديالها انها زعما تاخذو اكثر من كاع في المده ديال الشهريه ديالها ديال الدوره الشهريه. هي الجده ديالي قالت لها تاخذيه كامل في المده ديال الدوره الشهريه كامله، اذا كانت عندك سيمانه تاخذيها سيمانه. ولكن هي صراحه ما كانتش، كانت فقدت الامل شيئا ما مع الادويه وداك الشيء. المهم غير درتها وصافي سباب وصافي، وقالت لي 5 ايام حبسات هذاك لو تريتمون ديال الدغموس والعسل ديال الدغموس لمده 5 ايام البنات، وحبساتو صافي ومازال عندها الدوره الشهريه ديالها. المهم كملات ليها عادي، وكما كتعرفوا من مورا الدوره الشهريه ب10 ايام تتكون فتره الاباده، وهنا فاش وقع الحمل. وباش عرفت بلي وقع الحمل تما بالضبط لحقاش من بعد فاش وقع الحمل، مشات دارت تحاليل فداك الشهر كان عندها تاخر ديال الدوره الشهريه ودارت تحاليل. فاش درت تحاليل لقات راسها بانها حامل، وهذه بالنسبه لها معجزه ومعجزه كبيره من بعد ما كانت كتعاني بواحد الفتره. وقالت زعما صافي غادي نخليو الامر لها صافي، ولكن كانت سبحان الله كان سبب باش غادي باش يوقع حمل بهذه النبته هذه. كنت نتمنى نبته المعجزه والله. ايوا صافي وقع الحمل كما قلت لكم، ودارت تحاليل وعرفت راسها بلي حملت في هذيك فتره الاباده ديال 10 ايام من مورا الدوره الشهريه اللي كانت عندها، اللي كانت خدات فيها هذا الدغموس والعسل ديال الدغموس. وهذا الشيء اللي وقع البنات، وكانت فريمون فرحانه. هادشي علاش اقتسمت معكم التجربه ديالها اليوم، وكنتمنى تكونوا استفدتوا فريمون. اللي كانت عندها شي مشكل ديال تاخر الحمل او لا مشكل تكيس المبيضي، تجرب هاد العشبه ما تخسر والو. قال لك ما تخسر، جرب كما تيقولوا، ما جربتي ما تخسر، ولا ما عرفت كيفاش تيقولوا ليها. المهم بنادم غير يجرب، الا ما نفعتك ما تضرك كما تيقولوا كاع الفلسفه الطبيعيه، الا ما نفعتك ما تضربك، ولكن بكل زعما تكون منتظمه وما تفروش بزاف عاوتاني، تكثروا اكثر من القياس وما تاخذوش اقل، خذوا غير نص ملعقه صغيره. تتفاسون فاش كتهزوا من عند العشاب ولا العطار تيقول لكم ها القياس اللي خص تاخذوا، وما تفرطوش وما تاخذوش العقل. المهم هذاك الشيء يكون حدو قدو، نصف ملعقه صباحا ونصف ملعقه مساء قبل النوم فتره الدوره الشهريه. هذه ماشي غير بالنسبه للحمله البنات، هذه بالنسبه للمشاكل اللي هكا التكيس المبيضي والاورام، هادشي كامل هاد العشبه كتعالجوا وبالطريقه اللي هي سريعه سبحان الله. وانا كما قلت لكم التجربه ديالي انا من بعد حقاش الام ديالي اللي هي اللي نصحتني بهاد العشبه من بعد ما كان عندي تكيس مبيضي. انا من بعد الولادات ديالي الثلاث كان عندي واحد التكيس مبيضي، وكانت فتره الرضاعه والام ديالي ما قدرش ناخذ التريتمون او الادويه اللي كيقول هادو الاطباء، وهي قالت لي غادي نعطيك غير هاد الدغموس حقاش كما قلت لكم هي عندها تجربه شخصيه معها، وماشي اي تجربه، راه تجربه اللي جابت واحد النتيجه تبارك الله ما شاء الله اللي ما جابوهاش الادويه. ايوا خديت هاد لو تريتمون كيما خداتو الام ديالي، انا خديته غير بعيام وصافي، وما بقاش عندي لا تكيس مبيضي لا والو. وهادشي باش اقتسمت معكم هاد التجربه يا البنات، تجربه اللي هي من القلب، وكنتمنى توصل لكم من القلب ان شاء الله وتجربوها وتكون فاتكم بالنسبه للعائلات او النساء اللي كانت خص اللي كيخصهم هاد الامر، اللي عندها هاد المشاكل هاد المشاكل واللي كان عندها من الاسره ديالها شي حد اللي محتاج هاد الوصفه، ما تبخلش عليه تعطيها ليه حتى تاخذ الاجر، وحتى انا ناخذ الاجر معكم. وتنظن اني طرقت تقريبا كاع لهاد المواضيع اللي بغيت نطرق ليهم اليوم، زعما بكل ما يخص هادشي ديال الحمله. بغيتش ندخل في بزاف ديال الامور، لان هاد النبته فيها ماشي غير صراحه ماشي غير عالجات غير هاد المرض ولا شي حاجه، كاين قلت لكم قصص عندي في الاسره ديالي مع هاد النبته ديال الدغموس، وما بغيتش ندخل شي في هاد الفيديو، بغيت نخلي خاص بالحمل. ولكن البنات اللي كتعاني من هاد المشكل كنعاود نقولها ضروري تعرف منين جا السبب. اذا كان عندها
تكيس المبيدي، تجرب هذه النبته وترد عليا الخبر. وإلا كان عندها الدوره الشهريه ديالها ليست منتظمه، ضروري ما الدوره الشهريه تنتظم. وباش تنتظم الدوره الشهريه، تكون موانع الحمل كتاخذ في الوقت ديالها بانتظام، وراح ضروري هذاك الشهر شهرين الاول فاش كتاخذي موانع الحمل تيكون شويه اضطرابات هرمونيه، ما تيكونوش شادين بلايصهم مزيان. ولكن الا بقيتي دومتي عليها واحد الفتره معينه، اي شهرين ولا 3 شهور، وانت كتاخديها بانتظام الاقراص ديال موانع الحمل، كوني اكيد غادي يكون سميتو ديالك الدوره الشهريه ديالك منتظمه. ولكن عاوتاني ما تنساوش بلا موانع الحمل ماشي كلهم كيوافقوا النساء اولا كيجيو مع الجسم ديال النساء. كل مراه او كل وحده فينا عندها موانع الحمل اللي غادي يجيو معاها، الوغ ضروري تختاري مانع الحمل اللي غادي يجي مع الجسم ديالك او مع الطاقه ديالك. المهم حتى تنتظم لك الدوره الشهريه ديالك، واللي ما كانتش منتظمه عندها تاخذ هذا الدغموس في فتره ديال الدوره الشهريه. الا قدرت تاخذه في فتره كامل هذه الدوره الشهريه يكون احسن. ولكن النتيجه جات مع الام ديالي في خمسه ايام كانت معجزه بالنسبه لها، وانا كانت اربعه ايام وما بقى عندي لا تكيس مبيض لا والو، ما احتجت لا عمليه لا ادويه لا حتى حاجه. ما تبخلوش عليا مره ثانيه بالاراء ديالكم وبالتعاليق ديالكم، ولا عندكم شي موضوع بغيتو تسول او شي فكره بغيتو تسولوا على بما يخص هاد العشبه وهاد النبته، مرحبا على راس العين. كنرحب بجميع التعاليق ديالكم. كنتمنى نكون طرقت كاع لهذا الشيء اللي بغيت نقول لكم، و فوالا هادشي اللي كاين. المهم غادي نقول لكم ما تفقدوش الامل بالنسبه للنساء اللي كانت تنتظروا حمل وما وقعش الحمل، ولا بالنساء اللي عندهم مشاكل ديال المبيض ديال التكيس المبيض، ما تفقدوش الامل وما تاخذوش الادويه بزاف. جربوا هذا الشيء طبيعي حسنا بعدا، حتى الا ما كانت النتيجه تما يكون راي اخر. ولكن انا كنقول لكم التجربه الشخصيه ديالي والتجربه الشخصيه ديال الام ديالي، هذا ما كاين ما حسن من شي حد اللي غادي يعطيك تجربته الشخصيه ولا ديال الام ديالو، وبارطاجيتها معكم من القلب. كنتمنى فريمون تفيدكم. ما تنساوش اللايك ديالكم والتعليق للفيديو باش يوصل اكثر واكثر واكثر النساء اللي محتاجين هذا الموضوع هذا، واللي كيحسوا اللي كيخصهم هذا الموضوع. وغنقول لكم في امان الله الى فيديو قادم ان شاء الله. ما تفقدوش الامل دائما.